أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في سلافة جديدة. طبعا يا أخوان، الشخص هذا من مصر تواصل معي، خلينا نسمع مع بعض ونشوف. في شغلات يا أخوان بدكم تديروا بالكم، في شغلات كثير بدكم تبعدوا عنها، ضروري تبعدوا عنها. من ضمن هاي الشغلات اللي احنا هسه راح نسمعها مع بعض ونشوف ايش الحكي اللي صار بين هالنصاب من مصر. طبعا احنا ما بنعم اهل مصر، اهل مصر كلهم على راسنا وعلى عيننا، تمام. لكن هذا نصاب وكان شغال على واحد قبل هالمرة برضو نفس العملية، لكن احنا ان شاء الله انه راح يكون الوضع، راح تسمعوا بعين، تشوفوا بعينكم، تسمعوا المحادثات اللي صارت وتشوفوا ايش اللي صار. وانا وعدته افضحه، وعدته افضحه. راح نشوف مع بعض، هاي بداية اول ما بلشت القصة، خلينا نسمع مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم ابو وهاب، ازيك وازاي حالك؟ وازاي الاهل والعباب في الاردن عاملين يا غالي؟ طمنا عليك وعلى اهلي بالله عليك. احمد ابو عبد الله بحكي معاك من مصر. طب من وين جاب رقمي؟ انا ما بعرف، تمام. ومن وين بيعرف انه انا من الاردن؟ هو بيعرف من الاردن من الرقم يعني، لكن من وين بيعرف اسمي ابو ايهاب؟ ما بعرف ايش والله يا اخوان. المهم حكيت له حياك الله صديقي، رد علي. بالله عليك يا غالي تواصل معايا برسالة صوتية عشان والله انا ضعيف القراية. الله يبارك فيك. انت مين حبيبي؟ انت مين؟ انت مين؟ فهمني. وانا بحكي معاه ترى معدتي قلبي يعني، شوف شو صار. والله يا عم ابو هاب انت ما تاخد بالك مني، انا جاي لك من طرف اخ عزيز عليك، اخويا ابو محمد جمال. كان شغال عندكم بالاردن، قعد 8 سنوات، وكان يعرف حضرتك عز المعرفه. كل ما يقعد معانا يشكرنا فيك من الارض للسما. انت رجال طيب ومن بيت طيب، تربى على الامانه والشرف. لسه نازل هو من 4 شهور، وانا والله من كرم ربنا بقدم لبنته الصغيره على المدرسه، وبدور في الاجنده التليفونيه بتاعته لقيت رقم الجوال بتاع حضرتك. استغفرت ربنا وقلت ارن عليك. حاصل عندنا موضوع خير، صلى على النبي، وان شاء الله خير ليك ولينا. وعايز اتواصل معاك بالموضوع، الله يبارك فيك. طبعا اخوان انا لا بعرف محمد جمال ولا عمري سمعت فيه اصلا، تمام، ولا بعرف واحد من قبل المره اسمه محمد جمال، تمام. قلنا له تمام تفضل، برجع بالله بقول، عليك يا غالي تواصل معايا برسالة صوتية عشان والله أنا ضعيف القراية، الله يبارك فيك. برجع بقول ضعيف في القراية. طيب ماشي حبيبي تفضل، أمرني، قول شو بدك، أنا جاهز، تفضل. اسمعوا. صلى على النبي يا عم أبو هاب عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا رجال مزارع فلاح، عندنا أرض زراعية. الأرض دي في حضن الجبل، صلى على النبي، كنا بنستصلح فيها، بنعمل فيها أبيار ري، طلع مياه جوه فيها من باطن الأرض. واحنا بنعمل البرد على وطي 8 متر. ربنا يكرمنا بزرعتين فخار من عهد الجماعه المماليك اللي كان بيموتوا دول ويدفنوا اغراضهم معاهم. جبنا اول واحده لقيناها مقفوله قفله ربانيه، ولا ليها بوز ولا حنك ولا ودن ولا اي شيء خالص، صلى على النبي. ولقينا عليها رسومات غريبه كده من بره. كسرنا اول واحده طلعت لنا حاجه قد الجنيه المصري كده، كسرنا التانيه طلعت لنا حاجه قد عقله صباعك وصباعي كده. سبحان الله. انا عشان اتاكد من الحاجه دي، صلى على النبي، خدت حته منها ورحت الراعي بتاع ده في قريه جنبينا، قلت له بالله عليك عايزك تشوف لي الحاجه دي. اول ما شافها قال لي ابو عبد الله انت جايب الحاجه دي منها؟ قلت له والله انا كنت جايبها من التراب من الجبل وبدخلها عندنا في البيت ولقيت الحاجه دي فيها. قال لي خلاص ماشي. خد الحاجه صلى على النبي، كان عليها تراب ريحتها وحشه، جابوا ميه تشبه لميه النار وكب عليها الله اكبر زينة حلاوه. قال لي ابو عبد الله دي لها بندق عيار 24 من بتاع الجماعة المماليك اللي كان بيموت هنا في السنين ودفنوا اغراضهم معاهم. قلت له خلاص ماشي. خدت الحاجه صلى على النبي، روحت البيت جبت الميزان بتاع الطماطم اللي عندنا ووزنت الحاجه دي، لقيتها 158 كيلو. وعلى خيرات الله التاني، حاجات من اول كفه ايدك لحد نص دراعك. انا يا اخوان هسه هو بيشرح لي كيف طلع الشغله هاي، وكيف قديش وزنها، وبيحاول يطمعنا، بيحاول انه يوصلنا لنتيجة انه احنا شو يعني بالتسعين كيلو، بيحكي يعني بالتسعين كيلو يا اخوان، تمام. خلينا نسمع. انا والله يا عم ابو هاب الحاجه دي معصره هنا بمصر، صلى على النبي، لجن عيون الناس ولجن كلام الناس، صلى على النبي، واللي بيكره اكتر من اللي بيحبه.
انا عايزين نصرف الحاجه دي عندك بالاردن. انت لو تقدر شوف نراعي بتاع دهب عندك وصرفنا الحاجه دي، صلى على النبي، كل كيلو هتصرفه لنا، انت ليك 50% واحنا لينا 50%. بس عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا، الموضوع ده ما حد يعلم بيه، يكون مفروض السر وكتمان بيناتنا، ما حد يعلم بيه الموضوع. ايوه احنا عندنا حريم البيت ما تعرف عن الموضوع شيء، ما فيش الا انا وعم الحاج ابو يوسف، وان شاء الله ده خير ليك ولينا، وربنا يغلى فتحة خير علينا وعلى اولادنا يا رب. انا اخوان هون بس بقول لي انه ما تحكيش لحد عشان الحريم وعشان ما اعرف ايش وعشان الامور هاي، فبحكي لي ما تحكيش لحدا تمام، فاسمعوا. ما في مشكلة حبيبي، جاهزين. وشو صورها؟ أعطينا صورها خلينا نشوف شو الصور اللي عندك. خلاص ماشي يا عم ابو هاب، انا هدي رقم الجوال بتاعك لعمي صلى على النبي، عشان هو قاعد هناك بالمزرعة جنب الحاجة. هدي له رقم الجوال بتاعك صلى على النبي، ويرتب معاك الامور وهينسب معاك الامور برضو احسن مني انا. ولو انت عايز فيديو للحاجة دي او عايز صورة هيبعت لك اللي انت عايزه، وان شاء الله خير يعني. ربنا يغلى فتحة خير علينا وعلى اولادنا يا رب. حبيبي حبيبي، لا توزع رقمي، انا ما بدي حد يوزع رقمي، معلش بعد اذنك يعني يا رفات، اذا في مجال ما توزع رقمي، عندك اشي ابعت لي اياه، ما عندك اشي لا تبعتني على حدا ثاني بعد اذنك. لو توزع برقمي هون وهون ما بزبط حبيبي. حبيبي حبيبي، لا يا عم ابو هاب ده عمي يعني، ده المهم بحاول يقنعني والاخر. هي طبعا هون كانت في اخر الهاي، هسه راح نرجع لها مع بعض ونشوف انا ايش بعثت له في الاخر وايش هو بعث لي. خلينا نروح لعمه يا اخوان، تمام نروح لعمه، خليكم معنا. هسه هذا عمه، تمام هيك رحنا على الواتساب تبع عمه. اسمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو وهاب إزاي الحال يا حبيبي؟ كيف الحال؟ إزاي أهلنا وناسنا وأحبابنا إن شاء الله بالأردن؟ طمني عن حالكم. أبو يوسف يا حبيبي بيحكي وياك، عم أبو عبد الله إزاي الحال إن شاء الله، أبو وكيف يوسف الأمور؟ يا حبيبي الله يرضى عليك، يسعدك. قول حبيبي معك. اسمع والله يا حاج ابو وهاب صلى على النبي، ولا اللهم نحكى صل كده وسلم. وياك في موضوع خير بصراحه، انا ما بحبش كلام التلفون عمي ولا ابو اتفاق يوسف، التلفون، لان بصراحه يعني كلام التلفون واتفاق التلفون ما بيضمن شيء. يا حبيبي انت لو عندك النيه والاستطاعه على الموضوع بتاعنا ده، انا عايزك تتوكل على الله، تسوي رحله تذكر الذهاب وعوده، وتيجي تاكل معايا العيش والملح، ونحط القران بيناتنا ان شاء الله، ويبقى بيناتنا العهد والوعد ان شاء الله والمسكن ان شاء الله. وبعد كده ان شاء الله اذا عزر ربنا يا حبيبي، شوف لو وين التقوى في الامور، انه تذكر رايح جاي وتيجي تاكل معانا تمام، ويصير بيننا عيش وملح تمام. شوف لوين بطمعك وانه يعني شغلة عيش وملح، يعني راح نصير احنا صحبة وراح نصير ما شاء الله علينا. خلينا نسمع. تشوف الكمية كلها على الطبيعة وتاخذ منها عينات بدون مقابل، تجيب لي السعر عليها بما يرضي الله ورسوله، كل كيلو انت هتبيعه وبتصرفه انت ليك ويانا 50%، وانا والولد لينا 50%، بس يكفي يكون الموضوع على قد وعلى قدك، عشان خاطر ربنا، عشان خاطر حبيبك محمد يكون الموضوع على قد وعلى قدك، لان كلام الناس كتير واللي بيكرهه اكتر من اللي بيحبه، واحنا لو ما واثقين فيك مش هنكلمك في موضوع زي ده. لاحظتوا كيف يا اخوان؟ يعني بس انه الموضوع يكون بينه وبينهم، و50% يعني 50% موضوع كبير مش صغير، على 90 كيلو 50% يعني لو بتضربها بمخك 34,000 الكيلو، لما بنيجي بنحكي بنضرب في 100 يعني 3 مليون و400 تقريبا، نقول 3 مليون، يعني انا الي 1.5 مليون دينار وهم 1.5 مليون دينار. اوف والله حلو، والله مرتب، ليش الحكي طمعة. خلينا نشوف شو بده يصير. طبعا انا عرفت من اول ما حكى معي الشخص الاول، من اول ما حكى معي وانا كنت عارف انه نصبه. هسه راح احكي لكم ليش. اسمعوا ماشي، ابعت لي صور حبيبي، ابعت لي صور وفيديو، خلينا نشوف شو الوضع. تمام ما فيش اي مشكله يا حاج ابو وهاب يا حبيب، ما فيش اي اختلاف، انا هطلع لك عينات بسيطه كده واصورها لك برضه فيديو بتاريخ اليوم وباسم حضرتك لك لما قلبك يطمن، وهبعته لك، ما فيش اي اختلاف يا حبيبي، بس اهم حاجه يعني السريه التامه بالله. اهم شيء السريه التامه يا اخوان. سرقنا لايك، خلينا نشوف شو بعت لنا، تفرجوا. كاتب فوق ابو ايهاب 3/25 يناير، قطع ذهب مفروض.
اشي مرتب، اوه اشي بجنن، ذهب زي ما احنا شايفين. حبيت انا بعديها اطمعه بالزيادة، تمام، حبيت انا اطمعه بالزيادة. اسمه طيب ابو يوسف، حلوة القطعة، شو الكمية اللي عندك هاي؟ شو قديش الكمية؟ يعني قديش الكمية؟ لأنه شفت واحد وأموره طيبة يعني، بس قديش الكمية بالضبط؟ هون حبيت انه انا اقول له ان انا خلصت على البيع يعني، بس ايش اعرف قديش كمية. أبو عاب حبيبي، السلام عليكم. الخير كتير، الخير كتير، وإحنا مش عايزين يعني نحسب لها، يعني احنا عايزين بقى نلغي كلام التلفون لحد ما ربنا يسهل لك كده ان شاء الله في امورك، وتسوي رحله وتيجي تقعد معايا عشان نرتب نرتب بدوش يحكي يعني على التليفون. موضوعنا ونرتب حالنا احسن من حكي التلفون. وان شاء الله تيجي تاخد عينات وتجيب لي السعر عليها، لان يعني كلام التلفون ولا هيفيدني ولا هيفيدك. فانا احنا عايزين نكتم بقى على الموضوع، وبالله عليك انا بستحلفك بالله يعني كتم على الموضوع بالسريه التامه. أكيد وشوف ان شاء الله يا حبيبي انت ترتيباتك كده هتبقى على امتى، ولما تيجي هنرتب الامور كلها وهتشوف الكميه كلها على الطبيعه. طبعا السرية يا اخوان انا هيني بنشرها على اليوتيوب عشان تكون السرية تامة تامة. ماشي يا صاحبي، بس انا ما عندي هالمبلغ يعني، عرفت؟ والمشتري هو اللي بده يعرف قديش الكميه، انا ما عندي هالمبلغ بصراحه، فبدنا نشوف قديش الكميه عشان انا ابلغه. قديش عيارها؟ عيار الذهب قديش عياره؟ تمام، انا ما عندي المبلغ اشتري صراحه، فهو بده يشتري، بده يعرف قديش عياره وبده يعرف قديش الكميه. يا عم ابو وهاب، صل على النبي يا حبيبي. اللهم صل على يا سيدنا. حبيبي مع احترامي ليك، انت ما بتشتريش حاجه، وانا يعني طبعا هون يا اخوان بده يجرجرني يعني، بده يوديني على مصر، بده يجرجرني ويحطني عنده يحشرني في زاوية، وعاد وانتو عارفين خليكم. انا مش هبيع لك حاجه، انت فاهم؟ هي الحاجة دي عيار 24، عيار 24، تمام. انا بقول لك يا حبيبي، انت رتب حالك وسوي رحلة وتعالى اقعد في بيتي، كل معايا عيش وملح ونحط القرآن في وسطينا، وخد عينات بدون مقابل، هات لي السعر عليها. بعد كده انت احتجت ان شاء الله، ان شاء الله بعد كده احتجت ان شاء الله، اذا اظهر ربنا 5 كيلوات 10 كيلوات انا هبعتهم لك، تمام. بس يا حبيبي ان شاء الله خير يعني، ان شاء الله. يعني انا اروح اشوف العينات ماشي، واخذ معي عينات وافحصهن ومش عارف ايش، وبعديها قد ما بدي يعني، كيلو 2 كيلو 10 كيلو 15 كيلو، بصير انا ابيع وهو عن نص يعني، انتو عارفين كيف. اسمع حبيبي، انا اول مره بشوف بيع زي هيك يعني، انت كيف انا اجيك على مصر عشان اشوف عينات طب انا خلاص شفت مشتري، انا شفت مشتري عندي، ما عنديش اي مشاكل، عرفت؟ بس انا بدي اعرف شو الكميه اللي عندك، ولازم اعرف شو الكميه اللي عندك عشان اعرف اتفاهم مع الزلمه، وقديش عيارها يعني. انا برضه بدي اشتري بسعر الذهب، صح؟ بده يشتري بسعر الذهب، انا بدي اطلع على مصر اشوف بس البضاعه واروح، ما بزبط، صح؟ فاعطيني شو الكميه اللي عندك يا حبيبي، قديش عيارها؟ عشان 24 خلص فهمنا 24، لكن قديش الكميه اللي عندك؟ ماشي، انا هيك ببيع، انا هيك بشتغل يا حبيبي. يا عم ابو وهاب صل على النبي، اللهم صل. الكميه اللي عندي 195 كيلو يا حبيبي، 195 كيلو. احنا حسبنا على 100 كيلو، هسه صاروا مثلا 200 كيلو الا 5 كيلو، يعني نقول 200 كيلو يا اخوان. يعني احنا قاعدين بنحكي على 34 3 مليون 6 مليون 7 مليون، بيطلع 7 مليون، بيطلع لي انا 3.5 وهو بيطلع له 3.5 على 50%. خلينا نسمع. تمام؟ يا ابو وهاب يا حبيبي صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. شيخ شيخ، الحاجة دي عيار 24، عيار عالي. تمام؟ أنت هتنزل مصر ليه؟ هتيجي تقعد معايا وتخبزني في عيش وفي ملح ونحط القرآن بيناتنا ونتعاهد، وتشوف الكمية على الطبيعة وأقول لك على طريق خروج الحاجة، وتاخد عينات منها تجيب لي تاخد عينات منها تجيب السعر عليها يعني، تعطيها للرجال. هو بيقول لك أنا باخد الكيلو ده بكذا، أو باخد الكيلو ده بكذا، أنت فاهم عليا؟ كل كيلو أنت إن شاء الله بتبيعه يا حبيبي ليك وياي 50%، وأنا ليا 50. تمام، هو الآن بعيد في الكلام نفسه، الآن بدي أخليه يطمع كثير، يعني أنا بدي أخليه يحاول إنه هو يصير طماع، مش أنا كمشتري مثلا، هو كبايع ماشي، هو يصير طماع. شوفوا شو بدي أحكي له. والله انا بالوقت الحالي يعني انا ما عنديش نزله على مصر، ولا بقدر اطلع على مصر بالوقت الحالي،
تمام، فخليني اشوف شو الوضع. انا قلت لك المشتري جاهز عندي، ماشي. انت قاعد انت بتصعب الامور، المشتري جاهز وانت بتصعب الامور. انا حاليا والله ما بقدر اطلع على مصر، تمام، عندي شغلي وعندي وضعي، ما بقدر اطلع على مصر حاليا، وضحت؟ فما بعرف، لا تصعب الامور، خلي الامور تمشي. اسمع حبيبي، انا حكيت مع رجال، اسمع، هو مش مهتم بالقطع هنا، انا راح ارمي له الطعم الصغير، طعم صغير بس. عمل هو بده تماثيل، تمام، بده تماثيل، ما بده يعني، في عندك تماثيل، انا شفت في عندك تمثال، بده تماثيل، مش قطع، مش عمله يعني. اذا هاي بعت لي فيديو لتمثال هيك مرتب يكون، تمام، وانا معك، وانا على طول معك فيها، هاي القطع حلوه ومرتبه وما عليها كلام، وضحت، وفرعونيه يعني، فانا معك وما عليك بالقصه، بس بده قطع اثريه، بده اثار يعني، بده تمثال، بده شيء، قطه على قولتكم، قطه، ماشي يعني زي هيك. اسمعوا هسه شو جاوب. يا حق ابو عاب، ان شاء الله خير، بس يعني انا ما بحبش كلام التلفون ولا بصعبها ولا شيء، والله يا حبيبي، بس انا مش هقدر اخد يعني اي خطوه في موضوع لحد ما ان شاء الله تيجي ونرتب الوضع واحنا جالسين ويا بعضينا. على العموم ان شاء الله انا هصور لك فيديو بنص الكميه اللي عندي وهبعته لك. ماشي، اسمع. تمام تمام، انا بانتظار حبيبي، بانتظار. هو بقول لك انا بيهمني القطع، يعني عندك قطع صور لي القطع، بيهمنيش العمل، تمام، يعني قيمه، احنا بدنا ناخذ قيمه تاريخيه، بدنا ناخذ قيمه اثريه، مش ذهب، احنا ما بدنا نبيع ونشتري بالذهب هسه حاليا، تمام، بدنا قيمه اثريه. اسمع اسمع، اللي يشتري الحاجات الكبيرة يشتري الحاجات اللي هي الصغيرة، ماشي، عشان برضو يكون الكلام واضح. ماشي، يعني اللي بده يشتري الكبير بده يشتري الصغير كمان، يعني بده يشيل الجمل بما حمل. خلينا نشوف الفيديو. بص، ذهب ذهب ذهب، يا سلام يا سلام على المساخيط، هذول مساخيط ذهب اللي انت عاوزه. بص بص بص، ان شاء الله دائرة الاثار المصرية بشوفوا هالفيديو هذا، يا رب ان شاء الله انهم بشوفوا هذا الفيديو يا ابو يوسف، باذن الله بشوفوه. خلوهم يركبوك المرقيحة، حلوة او مريحة. يا سلام، ذهب، اشي عظيم. طبعا هون شوفوا يا اخوان، انا بعثت له رابط، نفس الرابط اللي بعثته للشخص الاولاني، تمام، مفروض هو يكبس على الرابط بيطلع له هذا الفيديو. طبعا ايه، طلع عليه اعلان على طول، خليه يخلص الاعلان، لازم ينحضر هذا الاعلان. طبعا هذا الشخص، هذا هو نفسه، طيب الشخص. يعني نص نص، خلوها نص ونص، واني احاول ان ما ارد عمي ان شاء الله، لو حتى هو خد من حقه شويه. انا هنا هذا الزلمه شوف ايش عندك، ترجل لي ايش عندك، زين فضلك يا عم فيصل، صلى على النبي. طيب بس انا بريدك في موضوع كده، بعهدك بعهد الله فيه، سواء فتنا فيه او ما فتناش فيه، شوفوا واللي فيه خير يقدم ربنا. والله الثلث يسوى يا شباب، وقلت له قلت له صور خلنا نشوف، طبعا قلت له صورها فيديو وانت خليني انا ارجع اتفتح كمان مره. بعيد عن مصر خالص عشان الارض ما تروحش منا، يبقى انت ليك التلت معنا فيها. انا هذا فيصل، ربك سبحانه وتعالى ورد لي. فيصل صالح، هي عنده قناه هو، تمام، بيكشف النصابين والامور هاي، فداخلين عليه بهالقصه هاي نفس الاشخاص. تقدر قول يا ابو عبد الله اقدر فيكم. خلينا ناخذ من اول، تعرفت عليه من مصر واسمه مهندس كمال، او كمال حاف، حكى له مهندس كمال، انا من طرف مهندس طبعا كمال. بعد فتره ارسل له، قلت له اهلا فيك عزيزي عبد الله، انا شفت الرسائل، هلا وغلا امرني ارسل الرساله هذه. اسمعوا، الامر لله يا عم فيصل، ازيك كيف حالك، طمني عليك.
كان احمد ابو عبد الله زي ما قلت لك بالاول نفسه. انا اخو المهندس جمال اللي كان بيعمل بالسعوديه يا عم فيصل. والله فيه موضوع حين خير حصل معانا فهو اعطاني جوالك وقال لي اكلمك فيه، فانا بدي ان شاء الله احكي لك بالموضوع ده. ان قدرت تفيدنا لخير ربنا رزقنا بها، نرزق كلنا من فضل الله. خلينا نسمع حصه شعرك. احنا اخواتك واعتبرنا اخواتك بدون اي شيء يا حبيبي وكانه ما حصل شيء. هو من قال فيه موضوع قلت كالعادة يبي يطلب دراهم وبسوي له حظر وصلى اللهم وبارك. اسمعوا دائماً على الشرف والأمانة. اسمعوا احنا هنا يمكن جمال حكى لك علينا، جمال أخي كان مهندس، هو شغال بس كان شغال بالسعودية قاعد فترة. يمكن حكى لك علينا كده ان احنا جماعة فلاحين هنا خدنا قطعة أرض من الاستصلاح الزراعي فضل الجبل. الأرض دي ما بيطلعهاش مية، فقلنا نسوي لها بير كده على عمق 7-8 متر، واحنا بنبعت البير ده بحسن نية ربنا رزقنا ولقينا جرتين فخار يشمل عصر الناس الفراعنة بتوع زمان. قصرناهم لقينا فيهم حوالي من 93 كيلو قطعات ذهبية. القطع دي العملة اللي كانت تصير بينهم زمان. نفس الحكي. ذهب عيار 24 بني خالص. فشوف يا طيب الله وكيلك احنا خفنا نكلم أي حد بيوم هنا من مصر. لقيت الا رقمي انا الله يرحم والديك. كمل كمل. طبعا يا اخوان هاي الفيديو بتحضروا له فيصل صالح، راح احط لكم الرابط تبع الفيديو تبعه تمام عشان تحضروا. طبعا زي ما انتم شفتوا شخصين، اول واحد على اساس شاب والثاني عمه ولا ابن عمه والله ما عارف تمام، اتواصلوا و نفس العملية نفس الكلام اللي حكوه للشخص هذاك اللي هو السعودي تمام لصالح، نفس الحكي اللي حكوه له حكوه لي بالحرف الواحد تمام. فأنا حبيت أني أشارك معكم هذا الفيديو علشان يشوف شوية توعية تكون للناس أنه ديروا بالكم من هذول النصابين، هذول نصابين درجة أولى، نصابين درجة أولى. يا إما بستدرجك لمصر وبحشرك هناك وبطلب فدية، يا إما بتروح عليه باخذ منك مثلا أو بعطيك الذهب بقول لك لازم توديه على مثلا على بلدك، فبتروح أنت على شركة نقل، شركة النقل باخذوا منك مصاري وباخذ الذهبات وبقول لك يلا خرف تمام. فبدنا ندير بالنا يا اخوان، الله يرضى عليكم ما نوقع في هيك امور. يسعد قلبكم، احنا هاي شغل الذهب وما الذهب والطمع والبلاوي هذا بوصلنا للنتائج اللي احنا شايفينها. فبشكركم جميعا على المتابعه، وان شاء الله في سواليف جديده بنحكي ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا للمتابعه.